موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة. تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمنا الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يبدأ الصرف الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر لجميع المستحقين. وينتظر المستحقون لمعاش تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصرف الآلي الATM وفروع بنك ناصر الاجتماعي. من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التي شكلتها وزارة التضامن جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها الخاصة بوقف بعض بطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن البدء في صرف زيادة معاش تكافل وكرامة من شهر أكتوبر الماضي 2023، وذلك لـ22 مليون مستفيداً.